الغدة الدرقية. الغدة الدرقية من الغدد الصماء في الجسم، وتكون في الرقبة، وتفرز هرمونات عديدة لها وظائف محددة في الجسم. قد تؤدي بعض الأمراض إلى زيادة في نشاط الغدة، وفي بعض الأمراض انخفاض في نشاط الغدة. نبدأ في انخفاض نشاط الغدة، ويتضح بالأعراض حيث يكون هناك جفاف في الجسم، زيادة في الوزن مع قلة في الشهية، قد يكون هناك خمول وكسل وإرهاق سريع مع الجهد، يكون في انتفاخ في الوجه، وقد يكون هناك زيادة شعور في البرودة وأيضا إمساك.